السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة أنا قررت أن أنا أبدأ الفيديو بتاعي بالصلاة على النبي. الصلاة على النبي بتريح البال وبتوسع الرزق، الصلاة على النبي حاجة جميلة جدا، بس أنا مكنتش قبل كده بصلي على النبي في الفيديوهات بتاعتي. قررت ان انا اصلي على النبي في الفيديوهات بتاعتي نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم. مش انا اللي هنصر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مش الصلاة على النبي اللي انا هصليها هي اللي هتنصر الرسول صلى الله عليه وسلم، بس ممكن يكون حاجة صغيرة اذكر بيها الناس ان هي تصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا على النبي جميعا. ربنا يا رب يكتب لنا شفاعته يوم القيامه. دلوقتي انا لبست اهوت وان شاء الله نازله رايحه المرشدي، هروح. كان في اسلام كان جايب كوبايه من هناك، الكوبايه هوريها لكم. طلعت يعني هي نوعها خفيف شويه، ممكن تتكسر بالمعلقه او اي استخدام ليها، فان شاء الله هروح ارجعها ونتفرج مع بعض على الحاجات اللي في المرشدي. هوريكم كل حاجه هناك، واليوم النهارده هيبقى عامل ازاي، هننزل مع بعض وافرجكم بقى ايه اليوم من اوله والطريق وكل حاجه. خليكم معايا هوريكم الكوبايه حالا. بصوا بقى الكوبايه اهي، اكيد انتوا عارفينها، اللي هي نازله جديده على الفيسبوك واليوتيوب والجروبات اهي، اللي هي تحس ان هي اتنين في بعض كده بالشكل ده، وصغيرة جدا. هو عايزها يعمل فيها نسكافيه، وانا قلت له على فكرة دي مش تنفع معاك في النسكافيه، لان الضرب فيها هيبقى ممكن يكسرها بسرعة، يعني هو بيضرب بالمعلقة كده في النسكافيه وهيكسرها بسرعة، مش هينفع. فقلت له هبدلها لك واجيب لك حاجة تانية، نفس هو عايز المقاس الصغير ده يعني، فقلت له هبدلها لك واجيب لك ايه حاجة زيها كده، بس تكون مش نفس النوع دي، ب 40 جنيه غالية اصلا، يعني 41 جنيه كمان ونص، يعني 42 جنيه اهو. قلت له هجيب لك واحده تانية احلى من دي، شوف بقى هجيب له واحده تانية احلى من دي ولا ايه. ماشي، خليكم معايا بقى، هنروح نشوف الحاجات اللي هناك وارجعها واجيب له حاجه احسن من دي ان شاء الله. بصوا بقى دلوقتي احنا نزلنا من الميكروباص، لسه نازلين دلوقتي. احنا دلوقتي عند باندا، اوريكم بقى اللي بالكاميرا، اوريكم ده باندا اهو، وجنبيه سبينكس، واحنا ماشيين في الطريق في الشمس. حلوة الشمس النهاردة. انا معايا صاحبتي على فكرة، مش نازلة لوحدي. بص دلوقتي احنا ايه قدام المرشدي اهو، هندخل بقى واصور لكم من جوه. الكوباية بتاعته حلوة اوي، 159. دي حلوة برضه، مش عارف شو بكام بقى، مش عارف بكام، 79. هو هذاك، لا هذا مو، لا هو هو طعم شاي، ده طعم شربات بنسميه اماراتي برضه، لونه مارك. بصي مكتوب اماراتي، الله حلو هذا، يمكن لكي كمان حلو هذا، مو غالي على فكرة، شكله ظريف يعني، شكله 69. وده نونو مارك برضه، العصاير وكده، 79 برضه. طب مش هربط تاني اهو نونو مارك. بحب انا بقى الكوبايات الملونة دي، المجات، حلوة اوي، 169. ده حلو برضه، حلو هذا، جميل اوي، وب 55. قلت لكم الكوبايه ممكن اجيب منها طقم اهو، بصوا والله يعني نفس الحجم ونفس قريب من الشكل خالص. شيك قوي ده، غريب شكله، حلو، عامل زي الحاجات اللي هي التركي ب 310، 7 قطع. شيك قوي ده، غريب شكله، حلو، عامل زي الحاجات اللي هي التركي ب 310، 7 قطع. شكله شيك قوي العرايس، لوني مارك برضه،
59، في الحفة 169، مكتوب عليها الحاف دوبل سادة، بس خامته حلوة، خامته حلوة بما انه ملون. في مشط شعر اهو، نفسي اجيب فرشة حلوة. كل الفرص بتبوظ مني. حلوة ظريفة البوكسات دي جديدة على فكرة. حلو. دي لإيه أصلا؟ باسكت أو اكتب عليه باسكت 69. أغلى من أغلى من الزبالة نفسها. حلوة غرفة النوم أو شيء. حتى لو بغطا ممكن يتحط في حاجة ثانية. في بقى إيه؟ صابون عروض بقى، صابون كمان 29، 4 قطع، 21 كمية برضو. حلو ده. ده كام ده؟ دلتي ريفولي ده معروف، ريحته حلوة. عشان ريحته، ريحته عامل زي الزنبق. دي بقى اللي هي الشباشب دي، اهو انا عماله تدوري انت على شبشب وانت الشباشب قدامك اهي. والله العظيم جميل. حلو. كام ب 59؟ انت بتاعك جايباه بكام؟ لا ب 40. حلوين 59. طب والله سعره حلو قوي. مفيش مقاس كبير، هو اكبره المقاس الصغير ده. العدد بيحطه يمكن هو تقريبا سعره نازل عشان كله مقاسات صغيره. بصوا مقاساته بيبيهات صغنونه. صغنونه حلوه قوي. بقى احنا خلصنا كده اليوم وجينا بالليل بقى، عملت كده كوباية قهوة باللبن وشغلت البخور الجميل. هوريكم بقى البخور اللي انا جبته، بس ايه ان شاء الله هعمل لكم جولة في عند رجب العطار وان شاء الله تعجبكم جدا جدا. عنده بخور رهيب، يعني انا عمري ما شميت ريحة البخور دي، جميلة جدا. استنوا الجولة هعملها لكم قريب جدا جدا جدا. عنده حاجات تحفة تحفة تحفة. دلوقتي بقى كده هشيل البخور ده كده على جنب واوريكم المشتريات اللي انا اشتريتها من المرشدي. بس كده ايه، بصوا بقى انا قلت لكم ان انا هرجع الكوبايه وهجيب مكانها طقم كوبايات، وكان كان جبت ريبانو طقم كوبايات. بصوا بقى الكوبايه اللي انا وريتها لكم اول الفيديو، احلى ولا دي احلى؟ بصوا جمالها، حلوه جدا. ستة. هو طبعا اسلام خد واحدة عشان ياخدها الشغل والباقي انا هعمله. دول ستة اهي، حتى بصوا كاتب عليها اسلام عشان هياخدها الشغل معايا، فكلهم بيبقوا عارفين ان دي بتاعت اسلام. تمام كده، احط العلبة تاني اقول لك خدها عشان ما تنساهاش. وقاعد معايا اهو، كنا بنشرب قهوة، هو بيشرب القهوة سادة وانا بحبها باللبن. هو خلص بتاعته وانا لسه مخلصتش بتاعتي. دي اول حاجه جبتها الكوبايه، رجعتها الكوبايه كانت ب 45 والطقم ده عمل 65. وجبت له كمان، بص شنطه المرشدي، جبت له كمان المشط ده طبعا البنات شالوا الكيس اللي عليه عشان هو
عادي من المشوار. جيب طعم العنب ده اهو افتحه معاكم. هو حلو ونوعيته رقم 5 ورخيص يعني 13 جنيه 3 ب 17. بصوا شكله عامل زي الحله كده الصغيره، وكمان استخدامه نشيل فيه بقى الحاجات الباقية. بصوا شكله حلو قوي ب17 جنيه وفي نفس الوقت صحي يعني رقم 5 و3 حلوين جدا ب17 جنيه. هو نازل من تقريبا 30 ل17 حلو ازاي، ولونه كمان جميل قوي. خلي دي كده واديكوا الاول الطبق. جبت الطبق ده انا كنت محتاجاه جدا عشان لما اجي اغسل الفراخ، اغسل اللحمه، اغسل اي حاجه كده كميتها يعني ايه 2 أو 3 بينفعني جدا. بصفي فيه وبعمل فيه الخضار اي حاجه. ده ب15 جنيه برضو انزل عليه عرض. بصوا هو واسع جدا على فكره 15 جنيه وفي الوان منه كتير قوي. جبت بقى طعم الاكل بايركت ده، طعم جاتو. هو بيتباع بالفرداني يعني انت بيتباع بالقطعة. هو بصوا كان ب47 جنيه. بصوا السعر 47 جنيه نازل ل22 الطبق الواحد. اكرو بايركس في منه الاصفر يعني بدل الاخضر والالوان دي اصفر، اصفر كله مخطط برضو بس اصفر. حلو قوي. جبت منه 6 للجاتو بقى، للحلويات، الحاجات الصغيره كده بحب الحاجات اللي هي تبقى ايه مقاس واحد لما تيجي تقدمي فيه. دول 6 عشان اكون ياخد الشغل بحط له اكل فيه. حلو قوي برضو ونوعيته حلو قوي كده. ده ب25 ال3 اغوط شوية من التاني يعني غويت شوية عنه. بصوا محكم وفي جلدة كده من هنا يعني كويس الاحكام. بصوا اهو وقفلته سهلة جدا. وبرده رقم 5 انا بجيب الحاجات البلاستيك دي بشوفها الاول رقمها 5 ولا مش مكتوب عليها رقم. كان في منه على فكرة ب10 جنيه بس 3 ومش مكتوب عليه اي حاجة. قوي اسلام بيحتاجهم في الشغل، بياخدهم معاه الشغل، بحط له فيهم واحد مثلا رز وواحد اي خضار وفراخ او مكرونه بشاميل او بانيه اي حاجه من الحاجات دي بينفعوني كويس جدا يعني بيبقوا حلوين. بس كده دي كانت مشترياتي اللي رحت اشتريتها من المرشدي، كل ده عشان ارجع الكوبايه الصغيره وجبت مكانها طقم كوبايات. يا رب الفيديو يكون عجبكم وان شاء الله استنوني فيديوهات تانية بإذن الله. ما تنسوش الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. مع السلامة.